لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اربيل المتحدث الاعلامي باسم منظمه ام القرى السيد ناصر الفهداوي. اهلا بكم سيد ناصر الى هذه الجوله الاخباريه. هذه ليست الحملة الأولى التي تقوم بها هيئة علماء المسلمين في مخيم ديبكة وأيضا المنظمة في منظمة أم القرى. لماذا لو تحدثنا أكثر عفوا عن حملتكم الأخيرة؟ حياكم الله أخي الكريم. أهلا بكم. حقيقة يعني منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية مع هيئة علماء المسلمين قدمت خلال رمضان المبارك مشروع كبير تضمن تقديم سلسلة كبيرة من حملات توزيع السلات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، شمل مخيمات كبيرة للعائلات الكريمة النازحة في محافظات مختلفة من العراق. خلال الحملات التي قدمتها المنظمة بالتعاون مع القسم الإغاثي هيئة علماء المسلمين برزت احتياجات كبيرة للعائلات الكريمة النازحة في المخيمات، جعلتها منظمة أم القرى بعد تداول مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين جعلت هذه الاحتياجات ضمن أولويات العمل الإنساني الذي سيقدم خلال الحملات القادمة. مثلا في مخيم عامرية الفلوجة قدمت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية قبل يعني بضعة أيام، قدمت مبردات الهواء نتيجة يعني كثير من الخيام، خيام العائلات الساكنة في الصحراء مع حرارة الصيف الشديدة، هنالك احتياج يعني برز للعائلات الكريمة، فتم تقديم مبردات هواء للعائلات الكريمة. نعم. كذلك برز لنا احتياجات العائلات الكريمة في المخيمات، في مخيمات حسن شام، مخيمات ديبكة، بحر كغيرها في المحافظات العراق، احتياج المال لأنهم يحتاجون لكي يعني يشتروا ويختنوا بعض الاحتياجات الضرورية الخاصة لهم ولأفراد عائلاتي. سيد ناصر، بعد ما التداول سبب ما سبب تكرار يعني الحملات على مخيم ديبكة؟ مخيم ديبكة حقيقة يعني يعاني ظروف خاصة، هو بعيد عن الطرق المواصلات، ولذلك يعني نحن جعلناه من ضمن أولويات العمل بعد شهر رمضان المبارك، ولذلك تم تقديم معونة عامة، تقديم المنح المالية، لأنه هذا المخيم عادة لا منظمات الإنسانية ولا حتى الجهات الحكومية يعني المسؤولة عن تلبية احتياجات العائلات النازحة المرمية في الصحراء مع حرارة الصيف الشديدة. عند تقديم الحملات الأولى يعني كان هنالك مقدم لنا العدد الأولي 1300، ثم بعد ذلك يعني وجدنا أن العدد الإجمالي لهذا المخيم هو 1950 عائلة. ولذلك يعني بعد التداول مع إدارة المخيم برز لنا احتياج المال، لأنه يحتاجون إلى المال لكي يشتروا ملابس لأفراد عائلاتي، يحتاجون شراء أدوية، يحتاجون يعني مستلزمات خاصة، وكذلك احتياجات ضرورية لأفراد عائلات في هذا المخيم. مع الحملات العديدة التي قمتم بها في هذا المخيم، كيف وجدتم رد فعل الأهالي لهذه الحملات؟ حقيقة يعني دائما الأهالي والعائلات الكريمة النازحة في المخيمات تتفاعل تماما معنا، في خصوصا مع مبادرات هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية، باعتبار أن المنظمة والقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين دائمي التواصل مع إدارات المخيمات ودائمي التواصل مع العائلة الكريمة النازحة في المخيمات، دائما تقدم حملاتها للعائلات الكريمة النازحة في المخيمات، لا تنتظر يعني مواسم معينة بذاتها. كثير من المنظمات لم تقدم جهدا يعني إلا في شهر رمضان المبارك وانتهى الأمر، لكن منظمة أم القرى والقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين خلال السنوات الماضية من أول احتلال العراق ولغاية هذه اللحظة هي مستمرة بإغاثة يعني أهلنا النازحين، وهي كذلك يعني ما زالت متواصلة وتقدم دراسات متواصلة ميدانية لكل المخيمات و لها قاعدة لك. معلومات متكاملة لجميع المخيمات. شكرا لك سيد ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.